اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورت الحاره يا عمي. اهلا وسهلا بك، تفضل. الله ينورك ويسعدك. نورت الدار. انا بسال بس انت بتجاوب. لابس نظارات شمسية. انا بتجاوب ماشي. والله ما رحت للمدرسة احنا. ايه وين المدرسة؟ المدرسة يا اصلا السجن. شو بتقول ما سمعتش؟ بدي اخطب بنت عمي بالسجن. كيف بدها تصير هاي؟ تصير كيف بدها تصير؟ قبلت اسرائيل ما تقبلش. شو دخل اسرائيل؟ وعمك؟ شو عمي؟ ما له عمي. جد ما وافقش؟ ليك شو وافق؟ مش عارف. ليك مش عارف. انا بشوف الليل. يعني انت موافق؟ خلاص توكل على الله، انا بشوف الليلة. بس مكلف لك قديش خلص قلنا تقنعه. خلاص توكل على الله. واخد 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 واخد. لف. وقف هون. اللي وراك. وقف. فكر. يلا يلا. اللي من هون؟ أنا. عليك زيارة. يلا. شو اخبارك يابا؟ هي يابا ابن عمك احمد جاي لبسك الخواتم هون. شو رايك؟ يابا راي رايك وراي امي. طيب طيب انا موافق.
تعالوا. كيف حالك بنت عمي؟ شو أخبارك؟ كيف حالك؟ موافقة على الزواج من ابن عمك أحمد؟ موافقة على الزواج من بنت عمك منى؟ موافقة. عيدوا من وراي. زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله. زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله. قبلت الزواج من ابنتك على سنة الله ورسوله. قبلت الزواج من ابنتك على سنة الله ورسوله. نقرأ الفاتحة. سمعونا زغروت يا عم مالكو. يلا 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 خلصت الزيارة بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة بسرعة يلا حرام عليكم والله حرام حرمتوني من شافة أهلي حرمتوني من شافة أمي حرمتوني من شافة أبوي حرام عليكم فيش عندكم دين فيش عندكم أهلي ربوكم كل واحد بيرجع لداره كل واحد بيرجع لأولاده بنات شباب وناس كلها بسجوني مش حلو